السلام عليكم، شلونك اخوي؟ ان شاء الله بخير. احنا شاكرين التزامك وارتدائك حزام الامان. شنو السبب اللي خلاك؟ اكو اردت على رجل الفتحه واسدار، بس بعدين قلت خلوه وقف هنا. خدت وقف هنا. اوكي، شنو نقول المخالفه المروريه اذا توقفت هنا؟ صحيح، المخالفه لان هذا يسلك قبل ما يقف هذا الشارع. اي يعني تغلق مسار اي صحيح. من الشارع. صحيح. زين. صحيح. نصيحتك لاخوانك سائقين المركبات. والله احنا نريد الالتزام. عاشت ايدك. الالتزام بحزام الامان، بالاطفائيه، بالمثلث. عاشت ايدك. باير السحب، باير الاطفائيه. نعم. لازم السائق مستعد بكل شيء، بكل حاله طارئه. تمام. وغلق المسار ما يصير. ممكن تعرقل. ما يصير. يعرقل السير. نعم. صحيح. نعم. صحيح والله. غلق المسار من المخالفات الشائعة، واحنا نتمنى من اخواننا سائقين مركبات الالتزام على مود يجنب نفسه واخوانه هذه المخالفة. هذه المخالفة من مخالفات قواعد السير. نعم. اللي هي المسار الخاطئ. نعم. والاستدارة الخاطئة. نعم. والاجتياز الخاطئ. نعم. هاي ايضا من الامور المهمة. نعم. لانه اكو اثناء الاشارة الضوئية احد المسالك يكون سالك. احد المسالك يكون سالك للحركه، فيجي السائق العزيز انه يجي يقطع هذا المسار ظنا بانه الاشاره حمراء. نعم. هذا ايضا خاطئ. نعم. وهذه مخالفه للتعليمات والقواعد، مخالفتها لقرار حكم 100,000 دينار يضاعف بعد 3 ايام. تمام. في حال وجود تقاطع بكاميرات الذكيه يتم رصد هذه المخالفه؟ طبعا، هذه من المخالفات اللي يتم رصدها. نعم. للكاميرات، يعني من ضمنها مخالفة الوقوف للاستدارة الخاطئة. نعم. من ضمن حزام الأمان استخدام الهاتف النقال، ويركز عليها بالكاميرات. تمام. يركز عليها بالكاميرات. احنا نتمنى لك كل الصحة والسلامة، نتمنى منك الالتزام. تفضل من هذا الاتجاه.